قولي بلي بلغتي ياران كلهم؟ قالين بروح بخبرهم، بس اتصلت حق الدكتور، حق سربان، حق سيلو ابيت، حق سوداني بعد. زين سويتي؟ يمي ترى ما له داعي، الا هي ترقية. لا داعي ماما، ليش خلي الناس كلها تعرف ان ولدي ناجح ومدير كبير بعد؟ ما علي خذي راحتك، المهم انا رايح الدوام، تامروني بشي؟ ولدي محمود دير بالك ترى، الغداء ساعة وثنتين ونص على التيم جرينيش. ان شاء الله. اقول ماما محمود وانت جاي في الطريق لا تنسى الله يخليك تجيبين رويد. ها ساعة مدير عود والحين رويد ان شاء الله. السلام عليكم غريب. عليكم السلام. كيف حالك ماما؟ الحمد لله خوبر. اهواتم خوبر؟ خوبر خوبر. غريب بابا اليوم انتو كلكم بابا معزومين داخل بيتنا، ما شاء الله ولدي محمود استوى مدير عطو ترقية. ما شاء الله محمود ولدي هو صار مدير. هو والله يستاهل وانتو تستاهلون. الحمد لله مدير 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 ما شاء الله. اقولك غريب نعم. خبريهم اهل بيتك كلهم كلهم قولي لهم اليوم عندنا غدها ان شاء الله كلهم كلكم كلهم بيون ان شاء الله. هم بالله وبالله كلكم تيون عندنا تاكلون اكل تاكلون خراكي كله مال مدير محمود. هون منو مال مدير اكل محمود ان شاء الله ان شاء الله. خو خراكي كله ذهب مال مدير ان شاء الله. يلا خذها حافظ خذها حافظ مع السلامه خذها حافظ. محمود مدير محمود مدير عرفنا محمود خراكي. ها غريب منو عند الباب؟ قولي قولي يا عزمتكم هذه تبغيكم تروحون تتغدون عندهم ان شاء الله. تقول ولده محمود رقوه وصار مدير. يعني شو معناته ما بنصير اليوم مال دبي؟ انا والله ما في على العزاء انت تبغين الصدق انا ما ابغى اصير. اقول الشيء جهزي ابوي اغراضك وقولي حق البنات جهزون ونسير المول احسن لنا. زين بس لازم تعتذر لهم يعني حق قاعد كل محمود الا محمود وعباس يارنا يا حليله ما يحتاج نعتذر. جهزوا نفسكم جهزوا خلونا اقرا بس الجريده لين تخلصون. يلا يلا شفتي شفتي قولي كل معزم ايه وموعده غريب وهرموته. ما علي ابو يمكن الجماعه عندهم سببهم. لا مو عندهم سبب هذا بس نهاسة عندهم. لا لا قولي مو بنهاسة هذه قلة احترام حق الناس بس منو فاكر نفسه غريب باشه. يا بوي يا بوي هدي العصبية هذه ترى ما لها داعي وبعدين ترى الجماعة كلهم يو قعدنا واستانسنا. بس أنا ما استانسنا محمود أنا ما استانسنا قولي داخل عزيمة مالنا. سمعوني زين من اليوم وصاير مقاطعة ما حد يروح عندهم ولا شيء نقاطعهم. بلي بوي الكلام هذا ترى ما له داعي. لا لدعي محمود لدعي مقاطعة يعني مقاطعة زيارة مقابل غزاء. أبوي ما كانك تخربط. يقولون وايد على أيام داخل أخبار. أبوي ميث أنا ساير شوي عند المقاول بعطيه الخارطة مسوي شوية تعديل في المواصفات مال الفيلا وأبغي يعتمدها. غريب الخارطة هاي اللي في ايديك لو تدل المحكمة شارس صارت واشتكت عليك من كثر وانت جالس اللي تشخط وتعفش ما ادري شو تسوي فيها. اقول لك سوي لي اليوم على الغدا مصارين. مصارين؟ اي نعم لان الحقران يقطع المصران وانا مصاريني متقطعه فابغي مصارين شويه حق بدل المصارين اللي عندي. يدو يدو الله يهداك انت تشيكي دو تخليني غريب يعصب يعصب علينا من دون سبب. اندوك انت رايلك هذا امي الا بار ضيوف ولا انت لو قابض عنه مشروع الفله كان السنه صدقيني هو بتخلص هذا المعذور. يدو الله يهداك هو مو مقصر بس وحليله وين ما يضربها عويه. ما كذبته اكو رد قومي لا تكسرين حصانه. حياك الله قولي تفضلي. زبابة كيف أصبحتي الحين؟ الحمد لله بخير بخير يا قولي. زبابة الصراحة أنتم ما تستاهلون حد يسأل عنكم يعني أنا الحين كل يوم أي أسأل عنكم كل يوم أي أدق بابيتكم أنتم يوم ما حد يسأل عنكم يعني تسووا له طاف مثلا؟
الله يهداك يا قولي، شو بلاك انتي؟ ترى قلنا لك الدنيا مشاغل. مشاغل شو ها؟ خبروني مشاغل شو؟ يعني يا ستكذبون علي بعدين يوم الناس يحترمونكم، يعني تدوسونه؟ قولي يعني ابو ماكل جدر فرفل اليوم مصبحه بلا كذي هدي عمرك. ما بهدي عمري والله بالله، ما بهدي عمري. يعني انا كل يوم اي ادق باب بيتكم اسال عنكم، يعني انتو يوم الواحد ما يسال عنكم يعني شو انتو عراسكم ريشه مثلا؟ خبروني. يا قولي الله يهداك انت هدي عمرك شوي، يعني ما عليه ظروف الناس وسامحينا. يعني صدق اليوم قال عباس انتو ما عندكم احترام حق الجار، ما عندكم تبادل مشاعر حق الجيران، يعني ليش ما يتوها؟ كلهم يو دكتور يا ساربان يا كلهم يو عندنا حتى الهريمات يو، ايش معنى انتم ما يتو ها؟ خبروني ايش معنى ما يتو، لكن اقول انا ما بقيكم مره ثانيه. عطيه انا ما قلت لك قبل هالمره ان التوانك اللي فوق حليانه مصديه والماي اللي فيه حليان؟ ايوه قلت لي. قلت لي؟ طيب يوم انا قلت لي عملت ايه؟ ولا حاجه. وليه يا أستاذ عطية ما عملتش ولا حاجة؟ ألاطة ولا مصاخة؟ والله ولا ألاطة ولا مصاخة. سعيد بيقول المية كويسة ما فيهاش أي حاجة، ولا هي بعزقت فلوس على الفاضي؟ عطية عطية لا تخبل بي. عطية ترى نحن متحملين أشياء وايدة في البناية. يا عطية هذاك يشرب من بيته من المية هني حليان، التوانكيني حليانه والماي اللي نشربه نطعمه نحن نطعم الماي حليان. منو جايب سيرة حليان هني؟ لا لا فهمتني غلط. شنو؟ انا ما اطري مرعي الحليان، انا اطري الماي اللي فوق حليان. ليش تجيب سيرة حليان عكسانك ها؟ اقول لك الماي حليان الذيت حليان حليان من زين اسم مرعي الحليان، اسم هذا مرعي الحليان؟ اي الغش اسم؟ الغش احسن من الحليان. غش غشوش يعني. وهذا حلي حليان. شو عندك الحين واقف؟ الماي اللي فوق انت تطعم فيه حليان. اخاف يزعل. التانك اللي فوق والماي مو شيء احمر، شو يسمونه احمر؟ سدى بابا باللغه العربيه السدى. سدى الماي اللي عندنا مو مسدي؟ لا ابو احمد بلا مسدي. لا مو مسدي. ما تطعم عباس؟ ابدا مو مسدي، ماي حلو مثل الشكر نزيف. انتو بس باطرانين ما يجيبكم العجب ولا الصيام داخل رجب. في ناس برا بعض البلدان مساكين ماي بواليع ما محصلين يشربون مساكين، وانتو باطرانين هني. بس شبلا اقول لك الماي اللي عندنا سدى حلو حلو حلو. يا اخوي تشبلك سويت لي محاضره مناس بواليع وخلق الله وبلدان، انت ايش حق معصب؟ كيفي مزاجي. شبلك شو فيك؟ ما فيني شيء، ما يحسك فيني. ليش تصارخ؟ بصارخ على مزاجي. شبل هذا شو فيه؟ عطيه انت قايل له شيء هذا؟ انا اللي قايل له شيء؟ انا اللي قايل له شيء؟ اقول لك فتك بعافيه. تعال 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 شبلكم كنتوا تصرخون علي؟ والماي الحليان اللي فوق شو تسوي؟ لا ما انت سمعت سكان العمارة بيقولوا الماي حلوة كويسة، انتوا بتدلعوا ليه؟ بتدلعوا ليه؟ ما سمعتش عباس وبيقول لك في ناس مش لاقية مية البلاليع تشربها؟ بلاليع شو؟ البواليع. شو هذا بالله عليكم؟ عنبوا خبروني شوه من العرب انتوا؟ وين عاداتكم؟ وين تقاليدكم؟ مرة ما تسألون عن حد؟ لا عن يار، لا عن قريب، لا عن صديق؟ الحين خبروني. يمعه من أسبوعين ما مر علينا، سألتوا عليه؟ سهيل وعباد كد رفعتوا سماعة التلفون وسألتوا عن أحوالهم؟ أخ والله أخ عليك يا غريب. اعنبوا الدختور ما تعرفونه إلا إذا كنتم مرضى. غولي وعباس ما تسألون عنهم إلا إذا يو ودقوا الباب. شو من الناس أنتو؟ خبرني وين إشو هالطبع الخايس هذا اللي فيك؟ عنبو الحين أمس يعذبونكم ولا تسيرون تلبون الندى؟ إشو هالخريط هذا؟ وشو هالتكبر عين لوادم؟ آخ عليك ومف على هالمذهب يا غريب. الله عين ابو مور
الناس؟ شبلا شبلا، هذه قامت تتحرطب علينا وتقول لي أخ وأخ وأخ, وأخ, وأخ وطلعتنا بول لا مذهب ولا شيء. وش سوينا؟ أشو أنا عمري ما فكرت في المسائل إن نسأل عن جماعتنا ولا جماعتنا يسألوا علينا. المسألة عادية بالنسبة لي، أنا عمري ما نظرت لها من الزاوية هذه. والله ما أدري شو أقول لك يا غريب، يعني الموضوع يعني يطالع في الواحد من الصوبين. وبعدين يعني أنا هذيل من غير ما أسير لهم مشاكلهم تيني، هالمرة أتعنى وأسير لهم عشان مشاكل تزيد؟ وشو يعني شو يعني إذا ما حضرنا عزومتهم؟ يعني ما في أي شيء؟ بعد غريب أنا ما بعرف إيش أقول لك، لكن بعد الموضوع ينشاف من الصوبين. بعدين تعني الصدق يعني الحين سبران وسيد وعبيد راحوا العزومة؟ إيه يو عند عباس وما مروا علينا، ما من عوايدهم. هي يو أنا ظني إحنا طلعنا بسواد الوجه يا غريب. أي سواد وجه وأي خرابيط زي فكونا من السالفة هذه. لا سواد وجه ولا هم يحزنون، بس سوونا سواد وجه وسوونا السالفة إيش كبرها. قومي 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 سيري عندي هناك، قومي قومي أبغي أرقد أبغي أطيح شوية تعبان هلكان. والله سويت لنا محاضرة، يلا أبوي يلا 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 سيري هناك عندها وخليها تسكت تفكر من صدعتها وحشرتها، لا تسوي لنا قرقعة. يلا مريم أمي اتصلي في قولي وقولي لها إن إحنا اليوم عازمينها على العشاء. وشو سبب العزيمة؟ يعني لازم يكون في سبب، ما في سبب اتصلي فيها وخلاص. خير أمي، شو السالفة؟ هو صراحة يعني شوي يقولي زعلانة يعني وأبغي أراضيها، هذه سالفة ما فيها. عيال هذه ما يبالها اتصال، هذه يبالها زيارة. ما يحتاج الله يهداك اتصلي فيها وخلاص. عباس هذا بيت غريب يتصلون، أرد عليهم؟ خليهم المسرون يقطع الهجرون شوله. يعني يمكن يبون يسموهم منها باص. قولي موشي سموه موشي سموه، أنا حسبت مكتب إقارة دورالنا شقة وانتحول برو من هني بعد هنوم. خلاص يعني عباس أنت مسامسم؟ مسامسم قولي مسامسم، لأني جرهوني داخل سامسين قلبي. أي داد بي داد. أمي بشروا افتحوا الباب ردوا عليكم. أمي دقيت عليهم جرس الشقة لين كسر صبعي هذا، ما حد يرد عليه. بس مو بهالمشكلة يفداهم الصب، المشكلة إني أسمع صوتهم داخل وما عبرونا. غريب اخذ الشيطان وصير انت راضهم مهما كان، يعني هذا بعد يرانا من زمان ويانا يا هالربع. جماعة الخير توش بلاكم توش حقا بكبرين السالفة، أذيتوني تراكم. أنا شو مسوي؟ شوف عاد أنا ما داري اللي يدلل علي. غريب ترى يدو ياها حق، أنت بعد لا تيس تكابر، يعني ما فيها شيء لو راضيت جيرانك. أبويا يعني أنت الباب بالباب وما قبلت عزيمتهم، أتليست المفروض أنت تجاملهم تواسيهم حتى لو من بعيد. بصراحة يا أبوي أنا لو منك لو أدري بسالفة العزيمة كان رحت، بس ما حد خبرني. ولا أنا بعد يا بناتي حد خبرني، غريب بوي قرر الروحة عنه. يعني خلاص يعني سعباس هي عزل من الشقة خلاص؟ طبعا خلاص، بيفتك منكم ومن هالعمارة الخايس هذا. خايس؟ طب وانا مالي خايس ولا مش خايس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم عباس ده رجل طيب ولو حس. لو حس؟ أنتوا اللي عايزين تحسسون إن أخوي ما يحس. لا أخوي، أخوي حساس بدون ما أنتوا تحسونه، بس في ناس غيره داخل عمارة هذا ما يحسون. يا عباس يا حبيبي الموضوع بسيط، ما فيش دخل ده كله. الجار قبل الدار يا دكتور. هنا الجار قبل الدار. بعدين تعال انت ليش مدخل امرك في حياه اخويا؟ ليش يا رضا يا حبيبي؟ اخوك عباس ده عشره عمر عزيز علينا، سيبني افضفض يا اخي. رضا في كرتونين داخل بيتنا، الله يخليك جيبهم بسرعه، خلي العمال يجيبونهم يلا زود. حاضرين الحين بتعرشهم. ما عليك رضا بابا، اذا بيك اب جاهز. يلا بابا خلنا نمشي. عتيه صدقني
أنا بتولى على هذا الحضارة الفرعوني اللي في وجهه كل يوم أشوفه، أبو الهول وهرامات بيوحشني. مالي في 7000 داخل إيجار باقي مالي، خلي حقك هدية يعطي. متشكرين متشكرين يا صغيرين، قصدي متشكرين يا عباس. طبعا 7000 زكوم إن شاء الله في جبدك، يعني عباس يعطيك 7000 تقول متشكرين يا غريب. ناكرين جميل، شو أقول؟ أصلاً نحن اليوم، أنا اليوم واحد أنا إيد اليوم بنفتك منكم من إماراتكم هالخايس هذا. عباس حبيبي ما تقطعناش، يبقى عدى علينا برضو. شو عدى علينا؟ شارع أنت؟ عدى عليك بيكاب شارع طابوق إن شاء الله، عاصفين ما نبغى نشوف وجهك بعد. يلا عباس، يلا قولي بيكاب جاهزن ها، يلا بفرموا بفرموا. يلا بابا يلا بفرموا. سلام عليكم. الوداع يا إمارة. سلام عليكم. سامحونا. مع السلامة. مع السلامة. هاي دكتور خير. خير ايه؟ خير منين؟ عباس جارنا المحترم ساب العمارة ومشي طفش. عباس مشي وطفش؟ ايوه اعمل نفسك مش عارف يا اخويا. وانا اشتراني خير ان شاء الله، شو اللي حصل؟ من السبب؟ يعني انت مش عارف؟ انت السبب. عباس قال ان غريبة هو السبب. أنا السبب؟ أيوة. مش سويت أنا؟ أيوة. هو مش وجه لك عزومة وانت ما روحتش؟ زعل مشي. عشان التفكير السطحي هذا، شو هالمنطق الغريب، شو هالعقلية هذه يا دكتور؟ يعني الحين هو يعزمني على الغداء وأنا ما رحت الغداء، يترك البيت ويطلع؟ جينا حليل حال يا سيدي. كل واحد حر في تفكيره، زي ما انت ما روحتش الغداء انت حر ان شاء الله ما روحت. هو اعتبرها إهانة وزعل ومشي. إهانة؟ هذا بابهم مفتوح. طبعا مفتوح. اوه 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 سواها الصدق هذا دوك، شلك شاره وطلع. وش بنات كذي اغراضه متناثره يا حليل، شو الطب جهايون جد تسونامي مر عليهم دوك من العيله. يا دكتور نسى القد وماله يا حليل. سيب القله بتاعته مكانها، مالكش دعوه بيها. وحليلك يا عباس. ايوه يا حليلك يا عباس، زعلان انت قوي بعد ما طفشته قاعد زعلان انت. كان فيها ايه لما جيت كلت لقمتين وخلصنا من الموضوع؟ عباس ده عشره يا رجل، عشره كبيره بيننا وبينه، حرام عليك. وخد بالك ما يهونش على العشره الا ابن الحرام. سلام عليكم. اي ابن الحرام شي يقول هذا؟ شي خربط يعني انا الحين هنا يا اكل خراك محمود ولا يطلع من البيت؟ هاي مو بحاله هاي. يا ربي رسول الله، وشو هالحال وشو هالحال؟ بس يا ميتة بسك مصياحي، شو هذا بالله عليك؟ صدعتينا ترى راسنا دار، شو هذا؟ أنا أول مرة أشوف وحدة تصيح على مفارق جيران. إيه لأن أنت مو بحاس فينا. شو هذا؟ هذه قوليه كرتيني الصبح وتصبح علي، تيني المسا وتمسي علي، نضحك نسولف. أنت بالله عليك ما تقولي أنا وين أحصل وحدة شرا تقوليه. شو هاي تتعيه؟ مش بلات الحرمة ما ماتت، تحولت بوي. بعدين يا ميت الله يهدينا ويهديك، نحن لا بدنا في يوم من فارقهم، ترى نحن يارسين فيها العمارة مؤقت، عقب كل واحد يصير بيته. بس يا قريب يومهم سايرين سايرين حلم، زعلانين مكسورة خطرهم. تعرف متحسسوني كني أنا برتكب جريمة كبيرة؟ شو هالمسخرة هذي؟ بيارسيني جداكم تحاكموني كني متهم؟ أنا ما أذكرنا هذيلا ونعمل إيراد، لكن نحن بعد ناس لنا كرامتنا بصراحة. عربوا يطلعون سكيتي كذي لا سلام ولا كلام، ما يستوي. يدو يدو أنا سويت لهم تليفون ما يردون علي، ما يردون. أمي تبيني أصير أشوف محمود في الفيسبوك وأسأله عن أخبارهم؟ قمتي تتعاملين بالفيسبوك؟ حلو حلو. أنا بس راح مليت، ما أقدر أجلس وياكم والله، بصير حجرتي شو هذا. صراحة يا أبوي أنا اليوم حاسة بضيجة فظيعة. وأنا بعد يا بنتي مريم، تدرين عادة؟ ميرة قوم نسير البسن عباياكم بزير نطالع شقتهم اللي خلوها. وتشتبين بشقتهم؟ الله يا غريب، بصير أشوف أطلالهم. أطلالهم؟ عدال يا أم كلثوم. الدار قفرة وعباس وقولي بعيد. أحلى
الهلال ايش يقولي الاول يا بناتي تجلسني هنيها وتسوي لي هذا شاي سنقين الله يا زينه وينها الحين صارت عني صدق انها تحشرني وتزعج لكن على قلبي بارد بارد سوالف مساء الخير مساء النور دختور شو اللي جاي منك البيت بوي ما حد فيه يا حاجة ده بابا هو أنا غريب ولا إيه؟ أنا منكم وفيكم برضو أنا قلت بص بس كده على الشقة وشقر لي تشقيرة لأن في الحقيقة أولاد بفكر أقلب الشقة دي إلى عيادة طبية لو سمحت دكتور هاي عمارة سكنية مو بمستشفى وبعدين هذه شقة عباس وما حد بيسكنها غيرهم ليه مزعلها دي أنا مش عارف بتعيط ليه دي في الحقيقة يا قوة عينك تعرف أنت يسمونك في علم النفس الإنسان اللي يورث الواحد وهو حي طوفي يدو طوفي خوز عنا خوز مني خوز يا أخي خوز أخوز اسميني انذليت يا السالفة هذه عطية من سار عباس وأنا عايش في ذل بصراحة على فكرة سي غريب عباس اتصل فيا بيقول كويس كويس ما قال شيء ثاني والله بيقول انه مرتاح في الشقة الجديدة ومرتاح من وشوش بعض الناس ما عادش بيشوفها وبيسلم عليا وعلى الدكتور وشوش بعض الناس ما سلم علي الصراحة لا سلام من عليك مرحبا مرحبا سعيد مرحبا سعد اهلا وسهلا اخوي ايش حالك خير وسهلا طول عمرك تفضل سريح سريح سلت احسن خير ان شاء الله يقولون عباس ظهر من الشقة ايوه يا سعيد اصل غريب قال له كلمتين من كلام المسخين دولت فقام زعل وساب الشقة كيف كذا يا اخوي غريب كيف كذا هل يرانك وربعك تروح تزعلهم انا كنت كلام باصخ انا ما زعلته انا ما قلت شيء زعلي يا سعيد هو بس الله يهديه حساس زيادة عن اللزوم شوية زين ولقيت مساجري لا ما لقيتش الدكتور بيقول انه عاوز الشقة شو قالي ما قالي يباها طال عمرك يذهب عربونها وزيد الايجار 15000 لا على مهلك شويه على مهلك شويه يا سي سعيد على مهلك العبد لسه مع سي عباس بيه وبعدين هو باقي له شهرين كمان في الشقه اسمعني يا طعميه انت ها سوي اللي اقولك عليه وبس خلاص زين يا اخوي غريب وشو من علوم من عندك علوم تتري علوم من وراي انا علومي شو بعد تعبه زهقه طفران طفشان اي شيء انا يا اخوي سعيد اهلي فوق هم اللي كاسرين خاطري زعلانين ومتأثرين ومادين بوزهم هالطول والزبة ان عباس شل عائلته وساروا عنه بسيطة لا والله العظيم انها بسيطة تبغي نصيحتي يا اخوي غريب ها طول في عمرك المهرجين هاي لمال لعياد الميلاد منو؟ المهرجين هاي اثنين كورة حمراء كذا حمراء اللي يحطون كذا احمر وهنا احمر مهرجين ايوه هم هاتهم طول في عمرك ويجلسهم قدامهم خلهم يتراقزون ويتسيبلون على اعمارهم كذا ها يوم يومين ها وان شاء الله بينسون بس تصدق يا سعيد تصدق ان شعور زين وانا عندي المهرجين شعورك هدايه الله اي والله اي الله دعت الله تو الناس لا رايح انا مستعجل عندي اشغال حياك الله في حياك لا تذ الله يرجع هاي العيون الله يبصر بسر انا اقول وين جيتوا انتوا ما شاء الله تصدقون توا حين انا جالس افكر فيكم حين وطاريني انا مليون سبحان الله يا اخي والله شو القلوب لبعضها توا الحين اقول حق سعيد عندي اثنين ايش حالاتهم هني حمر عندي تعالوا عندي سالفه ابغيكم فيها تعالوا وش عندهم نشوفوا تعالوا دك 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 دك, دك. اخواني حبايبي انا اليوم جايكم وقصدكم في سالفه مهمه جدا 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 وارجو انكم انتم ما تردوني يا جماعه الخير العائله الكريمه ترى هاي عائلتكم بعد اختكم وانت ايه حرمتك هنا وعمتك كلهم زعلانين ومتاثرين ومادين بوزهم شبرين كذي والله ان ما كلوا شيء حالتهم على الله ابغيكم يا جماعه الخير تنسونهم سالفه عباس وعائلته سووا اي شيء ناقزوا سيبلو سو اي قصدي اقول يعني قولوا لك ايش تخيلكم كي قول لي كي زعلانين هكذا ها شروكي قول لي كي منو طالع عنهم
عباس اللي هو ترى ما شاروخ خان كامة. قلت لهم يمعي مو بوقته. وانت بعدين الله هذا غريب، يدتنا وين؟ مكتتبة لنا الحين ولا خاز عنها الاكتتاب؟ شو؟ يدتنا مكتتبة لا زالت ولا خاز عنها الاكتتاب؟ مكتتبة؟ هي يدتنا هي بعدها مكتتبة ولا خاز؟ مو بس هم مكتتبة، مو بس أي مكتتبة أي اكتتاب. ها مكتئبة قصدك. هي مكتتبة مكتئبة. والله من كثر الاكتئاب قامت تاكل ظفورها. أخوك يا بي. نعم أخوك يا بي. خلي هد الباب هد الباب بس انت. هل ما خليت من رابس من الضحك ما اكون عبد. هد الباب بس. والله هات يبغيك يا بعدي. والله يا بعدي يا بعدي والله يا بعدي. بس دخيل يلا والله بس يلا بس انا بعد بس قول غريب. واحد يقول لك صار المغرب رد العشاء. هذا بس دخيل الله بس قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. بطني عورني بس. يلا الله. اوف شو هذا طلع عليكم؟ ايه شو هذا؟ عاده تراكم بخدمه خدمتوا بيتنا خدمه من الضحك. بعلمكم انتم انا احسن لي بصير اصلي وتحمله واسمع كلام ثاني. اها عاد قبضوا مذاهبكم. وانا بعد يدوه احسن لي اسير اصلي. انا بعد بنسى اسير اذاكر ابركلي. وانا بصير اجاب الفيسبوك ابرك من مجاب الفيسهم. وابوي كيكذا ما حسوا لنا سالفة. شكو ماكو عيني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا ماكو شيء ماكو شيء. شلونك 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 زين؟ الله يبارك فيك. اقول التجارة الجديد شنو؟ انا جاركم الجديد. لك بس شنو هاي؟ خلنا نفتهم الرجال شو يقول. ايه جارنا الجديد؟ لا انا من زمان ساكن هنا. انتوا توكم جايين بارك الله، انتوا جيراننا الجدد. يا معود هي شويه ونرجع لقدام. قدام ان شاء الله. ايه لك عيني خلنا نفتهم بس. شو تسوي انتي؟ ابوي ما تسمع اغاني عراقيه؟ اسمع وانت ترقصين؟ شو عيب؟ غريب ما تسمع الاغاني والدق عنبه؟ ما عرفت اصلي الشفع والوتر؟ ما تسمع؟ جعلنا عرس العماره احنا ما ندري؟ هذيلا طال عمرك يراننا اليدد. هذيلا يراننا اليدد فرقه البصره للافراح والاتراح. راسي عورني. وشو راسك عورك حشه؟ احسن لك تستاهل الحينه. يا حليلك يا عباس الله يذكرك بالخير. لا سمعنا منه كلمه ولا دق طبل ولا شيء. الحينه عاد صرع. عباس عباس انا اسف. مامي والله يا عباس انا ما اعرف الوصول. انا ما اعرف حق الجيره. مامي انا ما اعرف ابدا حقك انت علي يا عباس. مامي ارجوك يا عباس والله يا عباس اني تبهتك من غيري. عباس هذه حالتي على الله. انا حالتي على الله.
مشتاق لك والله يا عباس. اعطي قمة راسي. مامي. بعد مامي. ارجوك مامي. والله يا عباس ان الحلقة من غيرك ما تسوى. والله يا عباس مبتدي يا جماعة الحلقة تسوى؟ ما تسوى. مامي. لا بتي. مامي. عشان هالليلة بترد. مامي.